كما هو الدور المصري في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، مصر تكثف جهودها للتوصل لعدم التصعيد في الأزمة الراهنة ما بين الكتائب الفلسطينية وما بين إسرائيل. بنتابع مع حضراتكم كل الجهود الداعمة لهذه القضية أولا بأول، وبنتابع مع حضراتكم تغطياتنا مستمرة على شاشتكم المفضلة دي أم سي. زي ما احنا بنقول الجهود متواصلة، وعلى الناحية التانية وبالتوازي خط أحمر بالنسبة لينا هو الأمن القومي المصري. هنتكلم بالتفاصيل مع حضراتكم، ومهم قوي ان احنا نتكلم على الوعي المصري، لأن الدول لا تدار أبدا من خلال السوشيال ميديا، لا تدار أبدا من خلال الأبواق والأفواه الحنجرية. هناك تخطيط بيسبق القوة. يعني خلونا نطرح تساؤلات كتيرة جدا وأهمية الوعي على ضيفي العزيز النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ. أهلا بك، منورنا، صباح الخير. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. بداية، إزاي شايف الوضع في الأزمة القائمة حاليا دلوقتي؟ يعني في البداية احنا عندنا أزمة تختلف عن كل الأزمات اللي حصلت يمكن من سنة 1948 في بعض الأوجه، يعني هي تتشابه في أوجه أخرى، لكن خلينا في أوجه الاختلاف. الوجه الأول إن إحنا عندنا ولأول مرة أرض المعركة تنتقل إلى الجانب الآخر. يعني إحنا تعودنا إن بيحصل مناوشات، قصف من إسرائيل على الجانب الفلسطيني ورد من الفصائل الفلسطينية. إحنا المرة دي شفنا انتقال لأرض المعركة بالكامل، الفصائل الفلسطينية هي اللي بتبدأ، وكمان بتنتقل إلى مستوطنات وبتاخد مساحات وبتاخد أراضي وبتدخل عليها. المشهد الثاني المختلف وهو الإنزال الجوي، حتى لو كانت طائرات الشراعيه اللي يمكن ما حدش قال المصطلح الصحيح بتاعها، هي اسمها الباراموتور على فكره. دي طائرات، مش الخفافيش الطائره ولا لا، مفيش اي حاجه من الكلام ده، هو الاسم الصحيح بتاعها اسمها الباراموتور. دي الثانيه دي كلها يعني اسماء اعلاميه. اعلاميه بالظبط يعني، لكن هو الاسم العلمي بتاعها، وهي طائرات على فكره بتستخدم حاليا في بعض المهام العسكريه الخفيفه، ملهاش علاقه خالص بالمهمه حتى اللي تم استخدامها من قبل الفصائل الفلسطينيه، فهم عادوا توظيفها. طب واسم دلتا ده برضه اسم يعني؟ اسم دلتا ده اسم صحيح، اسم دلتا صحيح، لكن يعني بتتشابه بقى في بعض الموديلات بتاعتها او الماركات بتاعتها يعني. الحاجه الثالثه المهمه جدا ان احنا عندنا رهائن، ومش بس رهائن طبيعيين او شكل معتاد من الرهائن، احنا عندنا رهائن من جنسيات مختلفه، وده اللي كل يوم بقينا نكتشفه. يعني احنا في الاول كنا بنشوف بنسمع عن رهائن اسرائيليين، لا ده دلوقتي احنا بنتكلم في حوالي 11 او 12 جنسيه، وده يعقد المشهد بشكل مختلف جدا. ليه؟ لأن كل أوجه الاختلاف دي، أولا المفاجأة لما انتقلنا إلى أرض أخرى في المعركة، حققنا المفاجأة، المفاجأة اللي اتحققت دي سببت ارتباك كبير للجانب الإسرائيلي. اليوم بتاع اختيار طبعا المعركة، وهو يوم الغفران، اللي هو يوم عندهم أصلا يوم أجازة وما بيبقوش مستعدين، فخد وقت طويل علشان. طب تعدد الجبهات ده برضو ما يعتبرش مغاير عن الفترة اللي فاتت في وجهة نظرك؟ هو حضرتك تغيير أرض المعركة بتعدد الجبهات، يعني الشكل العام ده كله، ده بالنسبة لهم مفاجأة، وده بالنسبة لنا احنا شكل جديد خالص من المعركة اللي دايما بتدور بين الطرفين. وهو ده اللي عمل المفاجأة الأكبر. الإنزال الجوي مفاجأة، كل حاجة كان فيها نوع من أنواع المفاجأة، وده اللي عمل حالة من الارتباك. بعد إعادة ترتيب الصفوف زي ما بيتقال عليها، وبعد ما إسرائيل بدأت تفوق كده وتشوف هتتابع المشهد ازاي، الطبيعي بتاعها ان هي دايما بتعمل يعني زي ما غزو بقى كاسح للجانب الفلسطيني. اللي موقفها حاليا واللي مخليها مش قادره تعمل ده رغم الضربات اللي بنسمع عنها المعتاده، حاجتين. الحاجه الاولى وجود الرهائن اللي هي من دول متعدده وليست اسرائيليه فقط. فطبعا هنا بقى في دول قلقانه ان كل دوله بتتكلم على الرهائن بتاعتها، بنتكلم على اكتر من 11 جنسيه، ده اللي تم حصرهم حتى الان. يعني الحاجة الثانية، الناس اللي ربطت بالموضوع الرهائن ده وما حدث في السابق بشأن جلعاد شليط فقط. بالظبط كده، يعني احنا كان عندنا رهينة واحدة اسرائيلي قعدنا نتفاوض عليه سنين طويلة وافرج امامه 1000 فلسطيني. بالزبط. احنا دلوقتي بنتكلم في عدد مختلف من الرهائن وطبيعة مختلفة من الرهائن. الدول العظمى دلوقتي او الكبرى اللي بتحاول تتفاوض مع الجانب الفلسطيني او الفصائل الفلسطينيه، وهنا هننتقل بعديها على طول لدور مصر بقى المحوري والمهم، بتتكلم دلوقتي في ممرات امنه للافراج عن الرهائن، بتتكلم في ضمان سلامتهم، بتتكلم في حاجات تانيه خالص. ممرات انسانيه وامنه، مش فقط للافراج عن الرهائن، لكن كمان لتوصيل المساعدات قطاع غزه. ما هو هنا الخلاف في الراي. الخلاف في الراي ايه؟ مصر
لما اتكلمت كان همها الأول والأخير توصيل المساعدات للجانب الفلسطيني. إسرائيل لما رفضت توصيل المساعدات للجانب الإسرائيلي للجانب الفلسطيني ومش عايزة تنقله، فالكلام من الدول الأخرى إن إحنا دلوقتي طب إحنا عايزين ممرات آمنة علشان نخرج الرهائن بتاعتنا. فمصر بدأت تتكلم بلغة مختلفة وتقول بقى إيه، طيب إحنا يعني هنحاول نكلم الجانب الفلسطيني بس في نفس الوقت علشان نعمل ممرات آمنة لخروج مثلا الرعاية بتاعتكم في أحداث جنين تحديدا. للجانب الإسرائيلي هذا الضغط على الفلسطينيين لن يولد إلا انفجار. ومن هنا مصر كان لها رؤية ثاقبة في الأمر لأنها اتكلمت كتير، يا جماعة بلاش ضغط أكتر من كده، يا جماعة حاولوا أن احنا نتفاوض. ده غير أن احنا لينا المطلب الأساسي بقى اللي احنا بنتكلم عليه على طول، وهو السلام العادل والشامل على حدود 67. لكن الحقيقة ودولة ذات سيادة طبعا، ما هو يكون عندنا دولتين ويكون على حدود 67. هناك كمان بعض الدول دلوقتي ابتدت تتكلم في حل الدولتين لم تكن تتحدث عنها من قبل. بالضبط، لان هو القضيه الفلسطينيه لما بتخمل قليلا او بتهدأ قليلا الناس بيفتكر ان الموضوع انتهى. لكن يمكن الموقف اللي حصل دلوقتي مع الشكل المتغير اللي حصلت بيه دلوقتي، لا العالم هيبقى لازم يشوفها بشكل مختلف. هل النظره تغيرت بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه في وجهه نظرك؟ يعني ما اضفى نظره اخرى للامور في فلسطين؟ هو الحرب الروسية الأوكرانية كانت واخدة المشهد على مدار السنتين اللي فاتوا، واخداه كاملا مكتملا يعني. لكن دلوقتي لما حصل ان القضية الفلسطينية ظهرت على السطح من جديد، ابسط حاجة ممكن نقولها ان حتى الكونجرس الامريكي وهو كان خلاص في اطار ان هو تخصيص مساعدات جديدة لأوكرانيا، هو بدأ يفكر تاني ويراجع اموره تاني، لان هو هيحاز يوجه المساعدات الاكبر الى اسرائيل. وهو حاليا يعني احنا شفنا المشهد ان يعني القوات المسلحه الامريكيه ما اتحركتش بهذا المشهد منذ سنوات طويله. الاسطول السادس بيتحرك، اكبر واحدث حامل الطائرات عندهم كمان بتتحرك. هو والاعلان الرسمي بتاعهم امبارح كان برضو فيه وضوح شديد، قال احنا مش بنتحرك كل ده عشان خاطر حماس، عشان خوفا ممن سيدعمون حماس او يدعمون الفصائل الفلسطينيه في الفتره القادمه. هم شايفين المشهد كويس وعارفين ان الأمر لو كان على قد الفصائل الفلسطينية أو على حماس قادرين يديروه، لكن هم مش قادرين يتخيلوا قوة الجبهات الأخرى. صراحة هو دعم لا مشروط. صحيح صحيح. لا لا، هو بالنسبة لهم إسرائيل حليف تاريخي استراتيجي، حليف استراتيجي طبعا. لكن خليني أرجع تاني لكلمة نتنياهو لما قال قطاع غزة الناس اللي موجودة لابد أن هم يفضوا المكان. هنا بقى صراحة يعني هنا في جبهتين، اللي في قطاع غزة يروحوا سيناء، واللي في الضفة هيروحوا الأردن. صحيح. هنا بقى لابد من نظرة أخرى للأمور. هو طبعا بمجرد ما المتحدث الرسمي رمى الكورة دي يعني ورماها كده يعني بطريقة لطيفة، الموقف المصري كان واضح وصريح وحازم. الأمر هنا مش كمان يعني عشان بس مهم، هو المتحدث الرسمي قالها صراحة. أيوة صحيح، يروحوا سيناء. قال كده، هو قالها صراحة، وبدأ بقى إيه الإعلام عندهم يروج لها وبعض وسائل الإعلام عندهم تروج لها. إحنا بالنسبة لنا الأمر واضح وصريح. في حالة حدوث مثل هذا الفكرة ان احنا كده بنفرغ القضية الفلسطينية. ويمكن من اجمل المقولات اللي سمعتها ان احنا من سنة 48 وهذا الشعب متمسك بالارض، فمش هيسيبها النهاردة. فده بالنسبة للفلسطينيين. انت هنا بتحطوا بين خيارين. بالظبط. احلاهما مر. لا لا، وهو على فكرة الشعب الفلسطيني يعني على استعداد تام، زي يعني هو عنده نزعة الأرض زي الشعب المصري بالظبط. هو على استعداد تام ان هو يستشهد على هذا الأرض وان هو ما يخرجش منها. الحاجة بس أنا بقصف مدني بدون سلاح. صحيح. وبجبره ان هو يسيب أرضه. طبعا، العملية البرية الشاملة اللي هم عايزين يعملوها هو ما فيش حاجة موقفاها دلوقتي غير وجود الرهائن. يعني حتى عايز اقول لحضرتك ان هم عندهم في قانون يسمى نيبال او هانيبال حاجة زي كده، ده بيسمح لهم ان هم حتى الرهائن بتاعتهم يضحوا بيهم في مقابل الحفاظ على دولة اسرائيل. لكن الرهائن الاجانب النهاردة هم كلمة السر، وهم اللي موقفين كل حاجة، وهم على فكرة مفتاح اللعبة في التفاوض. ورق الضغط. مصر هنا بقى كان ليها موقف واضح وصريح. اولا فكرة ان احنا نلوح بان احنا هنهجر الفلسطينيين من بلدهم لسيناء، ده امر منتهي، لان اولا ليه سببين. اولا يفرغ القضية الفلسطينية من محتواها. الحاجة الثانية انه يؤثر على اتفاقية السلام المصرية
الإسرائيلية. وعلى طول شفنا في أقل من ساعتين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، يعني اللي قال تصريح سينا ده كان المتحدث الرسمي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه راح طالع بتصريحات رسمية واضحة، نحن لا ليس لدينا أي نية في تهجير الفلسطينيين إلى سينا، وراح رجع في كلامه تماما. ليه؟ لأن طبعا أي كلام على، لأنه هو في تصريحه قبل التصريح بتاع إيدي كان هو بيقول فرغوا قطاع، ايوه، لكن ما قالش يتجهوا فين بالظبط. بالظبط، هو كان يعني بص حضرتك، هم عارفين كويس هم بيقولوا ايه، وهم عارفين لما بيرموا حاجه بيبقى الغرض منها ابعدها. واحنا بصراحه عندنا مؤسسات الدوله منتبهه جدا ودايما مستعده، والسيناريوهات عندها واضحه وصريحه في اداره هذا الامر. صحيح. ويمكن احسن مقوله اتقالت الفتره اللي فاتت ان من احسن او اقوى الدول اللي تقدر تتعامل مع هذا المشهد هي مصر، بدليل ان احنا شفنا على مدار 48 ساعه اكثر من 25 اتصال هاتفي من قيادات دوليه للرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير سامح شكري. هذه الاتصالات اللي عمالها تتوالى هي لمجرد ان هي عايزه تشوف مصر بتفكر ازاي، والحاجه الثانيه ان هي عايزه تطمئن ان مصر هتدير الموقف ازاي. بالظبط، هو مش بس انا بشوف هو بيفكر ازاي، لا ده انا طالب منه ان هو يعني لاعب محوري، هو الاساس. هو اصلا هو اللي بيدير الموقف ده، وهو الوحيد اللي عنده قوه على يعني قدره على الاتصال بالاسرائيليين بقوه. والاهم من كل ده ان احنا دايما بناكد بقى في الظروف اللي زي دي ان فلسطين ليست حماس فقط، فلسطين عبارة عن 16 فصيل مسلح. 16 فصيل مسلح لا يستطيع أحد التعامل معهم بالكامل إلا مصر. ليه؟ لأن دي علاقات ممتدة وتاريخية وقديمة، ومصر دايما عندها جانب كبير أصلا يعني للجانب المصري للقضية الفلسطينية، سواء حتى في الداخل الفلسطيني يعني لتقريب وجهات النظر بينهم أو ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. حضرتك شفتي يمكن الشهر اللي فات في العالمين من اللقاءات النادرة بين فتح وحماس تم عندنا في العالمين، وكان لقاء على فكرة بيتبني عليه نوع من أنواع التمهيد للانتخابات الفلسطينية المعطلة من فترة، يعني استمرار الحياة الفلسطينية. مصر النهاردة لو يعني لو حضرتك تسأليني شغلها الشاغل حاجتين، أول حاجة ازاي نوصل مساعدات للشعب الفلسطيني، لان احنا يعني عندنا حرص شديد على سلامه هذا الشعب اللي اسرائيل النهارده قطع عنه كل الامدادات. الحاجه الثانيه ان احنا عايزين نوصله المساعدات، بس عايزين نحافظ على الامن القومي المصري طبعا. ويمكن على فكره ده امن اقليمي برضه يعني طبعا. انا بقول لحضرتك الموضوع ببساطه شديده، فكره التهجير هو خرق لاتفاقيه السلام اللي بينه وبين اسرائيل، وخرق لاتفاقيه السلام اعتقد ان مفيش حد يقدر يتحمله في الوقت الحالي. حتى المراقبين الدوليين لما بيجوا يحللوا الوضع دلوقتي الموقف بشكل عام يقولوا لا ده ممكن الصراع ده يمتد الى الشرق الاوسط كله، دي رؤيه المراقبين المحللين. ودي رؤية على فكرة ليها وجهتها، ولو ما كانتش ليها وجهتها ما كانتش الولايات المتحدة الأمريكية عملت هذا الحشد من الأسطول السادس ومن البارجات الحديثة بتاعتها، وقالت صراحة هذا الحشد ليس لحماس ولكن لأطراف دولية أخرى ممكن تتدخل في الأمر. وبرضه زي ما حضرتك لسه كنا بنقول، ما هو في ضرب حصل من لبنان، في ضرب حصل من سوريا، وما زال ضرب متواتر على فترات بسيطة، ولكنه انذار ان احنا ممكن نعمل اكتر من كده. صحيح. احنا المهم بالنسبة لنا احنا عندنا اهمية كبرى دلوقتي، الا هو زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال امبارح نص واضح وصريح ان الامن القومي المصري هو مسؤوليتي ولن اتغاضى عنه ولن اتنازل عنه. الامن القومي المصري هنا اصبح في توتر شديد جدا على الحدود المصريه. ده حتى لما جينا نفكر ان احنا ندخل مساعدات او عربيات الاسعاف اللي دايما بتدخل، قصفوا الجانب رفح الفلسطينيه، وبدات وسائل التواصل الاجتماعي زي ما حضرتك لسه كنت بتقولي او العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه يبداوا بقى ايه عايزين يشدوا مصر المعركه مش بتاعتها، يقول لك ضربوا رفح المصريه. ده ما حصلش، ده حصل ان الضرب رفح الفلسطينيه. وللاسف حتى ممكن يبقى قدامهم فيديو والفيديو بيتكلم عن نفسه وهم يكتبوا عليه كلام غلط، وبالتالي الناس بتشير الكلام الغلط. هو حضرتك الفكره كلها ان في اثاره كبيره لمشاعر المصريين. القضيه الفلسطينيه عند المصريين قضيه يعني محوريه، احنا تربينا على ان احنا نفسنا نشوف فلسطين. هي قضيه امه بالظبط كده، هي قضيه امه عربيه زي ما حضرتك بتقولي. ويمكن احنا يعني عجبنا قوي ان الشباب الصغير في بعض المباريات كره القدم هتف لصالح فلسطين. أيوة. في خلال الايام اللي فاتت، كل ده عظيم، كل ده هايل. كل بس ده عشان كده بقى هتكلم معاك على ضروره الوعي. الوعي دورنا كلنا، انا وحضرتك النهارده وكل المؤسسات عليها دور كبير في الوعي، لان العالم الافتراضي بياخدنا الى حاله اللاوعي، وحاله التغييب وحاله اللاوعي هي حاله مقصود بيها قوي تغييب الشباب او اثاره مشاعرهم
أشياء، عارفة حضرتك زي ما بيقول إيه، جر مؤسسات الدولة لمشاهد أخرى غير اللي هي محتاجة إن هي تركز فيها. خطة الإشغال، ما هو ده موجود في العالم الافتراضي، إن إحنا نحاول نخترع أزمات داخلية أو نختلق أزمات داخلية علشان يشغل مصر عن الهدف الرئيسي النهاردة، إن إحنا عندنا مشكلة حدودية كبيرة جدا، عندنا أزمة. براء لما بيتكلموا على حروب الجيل الرابع والخامس بيفتكروا إن هي سوشيال ميديا فقط وإن إحنا نشير غلط أو حاجات دي بس. لا لا، الموضوع كبير طبعا. خطة الإشغال ممكن يختلق لك حالة موجودة جوه البلد تستدعي أن واحد ناس تقول أن احنا عايزين نعمل أي أشكال من أشكال التوتر في البلد، علشان بأي شكل من الأشكال سواء سياسي أو اجتماعي أو طبعًا ديني طبعًا. يعني أي مدخل. نتعجب لما يكون في ناس مفروض أن هي تكون على قدر المسؤولية في الوقت الحالي وتكون عايزة تخلق حالة من التوتر في الشأن الداخلي، وإحنا عندنا شأن كبير جدا بيحصل على حدودنا غير مسبوق. على فكرة لازم نأكد تاني ان اللي بيحصل دلوقتي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لم يحدث من 1948، ده امر مختلف تماما. احنا مش في حالة من حالات الشد والجذب بين الفلسطينيين والاسرائيليين ومصر هتتدخل على كالعادة وتسكتهم، لا، احنا عندنا ثأر اسرائيلي محتاج عايزين يردوا عليه بقوة، لان هم كمان عندهم شأن داخلي، عندنا حكومة اصلا متوترة وحالتها السياسية غير مستقرة وكمان حصل لها ضربة زي دي. عندنا فلسطينيين عايزين نحافظ عليهم ونخاف عليهم، عندنا اراضينا اللي لازم نحافظ على سلامتها. فالمؤسسات المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان كده سيادة الرئيس دايما كان بيتكلم على وقف التصعيد، حقن الدماء ومحافظة على حقوقهم في دولة ذات سيادة، حل الدولتين، كل دي ثوابت مصرية احنا بنشوفها مش من يوم السبت فقط لما ابتدى المشكلة، لكن من قبل كده جهود المصرية شغالة والتحذير المصري من تفاقم الأوضاع. ولكن خليني برضو أعطي كل ذي حق الحق، الرؤية الاستراتيجية والاستشرافية من القيادة السياسية المصرية من فترة والمحافظة على أمننا القومي وعلى مصالحنا ويعني على ثروتنا المصرية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يأتي من فراغ، وده كانت قراءة جيدة جداً لما يحاك لنا ولما هو في الظلام من مخططات أو محاولات لم تجسد على أرض الواقع، ولكن كان هناك رؤية ثاقبة لما قد يحدث. يعني خلينا نبسطها في نقط بسيطة. بالزبط. النقطة الأولى ألا وهو التطوير الكبير اللي حصل للقوات المسلحة المصرية في خلال الخمس سنين أو السبع سنين اللي فاتوا، تنوع السلاح، تطوير التدريب، تطوير المبادرات المشتركة مع الدول والتدريبات المشتركة مع الدول، القدرة. هذه القوات المسلحة بشكلها الحالي أصبح العالم بيعمل اعتبار كبير ليها، ده رقم واحد. رقم اتنين، الحاجة الكبيرة اللي عملتها مصر ألا وهي تطهير سيناء من الإرهاب. لو سيناء لم تكن مطهرة من الإرهاب حاليا، بمنتهى البساطة كان الوضع بقى مأساوي. لا، كنا بقينا في مأساة حقيقية. لكن الجهد الكبير وأبنائنا الشهداء اللي كل يوم التحية والتقدير اللي بذلوا الدم من أجل تطهير هذه البقعة من الأرض من الإرهاب، التنمية اللي حصلت في سيناء الفترة اللي فاتت والعودة للحياة اللي حصل فيها، ده ليه دور كبير. ساعد الدولة المصرية النهاردة وهي بتتعامل مع حدث زي ده ان هي يكون عندها نوع من انواع الهدوء وهي بتتعامل. احنا بنتميز في مصر، بس من كلامك انا اسف المقاطعة بس مضطرة اشير ليها جدا في التوقيت ده. يعني احنا لما اتكلمنا على الارهاب وازاي ان احنا قدرنا ان احنا نقطع دابر الارهاب وفاكرين كلنا يعني المجابهة الشاملة والمرحلة اللي احنا مرينا بيها قبل تثبيت اركان الدولة المصرية، لو نرجع بالذاكرة حتى لا ننسى، ودي حاجة مهمة جدا، الناس تبتدي ده كان مهم لما يحصل موقف. الناس اللي قعدت كتير جدا هو ليه احنا بنبني الكباري دي كلها، لما جينا بقى نتكلم على الاقتصاد وعلى الاستثمار مع الأزمة الروسية ده فعلا كان مهم. لما جينا في تنوع منافذ الأسلحة بالنسبة لنا وأسواق السلاح زي ما احنا بنقول ده كان مهم بالنسبة، لما يحصل حاجة نبتدي نشوف الرؤية الاستشرافية اللي كانت وقتها شغالة على قدم وساق في الموضوع ده. أنا بقول ده يا جماعة لأنه لا، إحنا لازم يعني ندي العيش لخبازه. صحيح. يعني إدلاء برضو الناس بتدلي بدلوها، يعني ماشي، بس في أمور دي نسيبها المتخصصين. يعني هو حضرتك، يعني استكمالا لكلام حضرتك، إحنا عندنا رئيس استراتيجي يجيد التخطيط ويجيد إدارة الأزمات. والعالم يعيش في أزمات متلاحقة. التطوير اللي حصل في القوات المسلحة هو يعني قدرنا أن هذا المكان هو نقطة
محل نظر العالم كله والتركيز عليه. احنا لو ما كناش عملنا تطوير القوات المسلحة زي ما حضرتك كنت بتقولي من 5 سنين أو 7 سنين كان بيتم انتوا وانتوا يعني هتحاربوا واحنا يا مصر بتعمل كل ده ليه ويطلعوا من القنوات الاجنبية وفلوسكم والكلام ده كله كل ده كان بيتقال لي علشان في اليوم اللي زي النهاردة ما نعرفش نقف وقفتنا دي. احنا لو ما كناش عملنا طورنا قوات مسلحة لما كناش رجعنا مكانتنا الدولية وثقلنا الدولي والاستراتيجي ما كانش جالنا أكتر من 25 اتصال هاتفي من زعماء دول ورؤساء حكومات ورؤساء هيئات ومفوضين علشان يشوفوا مصر هتتحرك ازاي وكل الدعم لمصر علشان خاطر هي تقدر تتحرك وان هي تتعامل مع الفصائل دي ما كناش وصلنا للي احنا فيه. لو ما كانش عندنا رئيس يتميز بالصبر الاستراتيجي وقادر ان هو يمتص الازمات ويديرها ويتعامل معاها ما كناش برضو وصلنا المرحلة دي. يعني احنا خلينا نقول ان اللي احنا بنعمله بقاله 10 سنين كان النهاردة حالنا هيبقى اسوأ كتير لو ما كناش عملناه وعشان نتعامل مع الموقف الحالي. وبكل تأكيد يأتي مؤخرا بالرسالة المهمة جدا لطمأنة الشعب المصري أمن مصر قومي خط أحمر. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا نائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب نورتنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل انتظرونا.